الراديو 90-90 هواها مصر. على الراديو 90-90 سكرين شوت. زي ما انتوا سمعتوا كده اسم الفقرة بتاعتنا هي سكرين شوت. سكرين شوت بقى هنعمل فيها ايه يا مون؟ سكرين شوت هتشوفونا فيها ممثلين لأول مرة، يعني هنمثل مشهد بس بطريقة مختلفة هتسمعوا دلوقتي. بدأنا أول حلقة. ليه؟ اللي بيسجل يسجل. اللي بيسجل الفيديو. صحيح. هتسمعونا لأول مرة ممثلين. مشهد جميل قوي نسمعه، واللي يعرف المشهد يبعت لنا على صفحة الراديو 90-90 او على تويتر. هيقولولنا المشهد الحقيقي من مسلسل ايه. سهلتيها انت عليه. لازم نسهل كده في الاول عشان حرام. خلينا حرام. طيبين. طب يلا بينا نسمعه المشهد كده. يلا بينا. لا يضحك وحر. ما بحبش الشتا يا مينا، ارجوك قول لهم اننا مش عايزين نسقع، مش عايزين نسقع. قول لهم اننا لو سقعنا هنجيب جواكت وهنلبس تقيل وناكل كتير وهنتخن، هنتخن. ما بحبش الشتا يا مينا، ما بحبوش. قول لهم يا رنا، قول لهم ان الشتا مش حضن وكوبايه هوت شوكليت يا رنا، وشاشه 60 بوصه وكرتون تومانجير يا رنا. لا، قول لهم ان مش هتيجي السقعه واقلع الجاكيت بتاعي عشان ادفي صاحبتي يا رنا. لا، واجتلعش انا ويجيلي برد في الاخر. لا يا رنا، لا يا رنا، لا. مش هتتلج يا مينا، مش هتتلج. مصر حار صيفا ودافئ ممطر شتاء، مصر دافئ شتاء يا مينا. الجغرافيا بتقول كده، مش هنبرد. لا، مش هنبرد. مش الجغرافيا بس يا رنا، التاريخ كمان بيقول لها. احنا البلد الوحيده اللي لبس الفراعنه في كل الفصول عريانين، يبقى ما كانش عندهم شتاء. ايه حصل؟ الفراعنه بيقولوا لا. لعيبة المصارعة اليابانية بيقولوا لا. لعيبة كرة الماء بيقولوا لا. الناس اللي بتستحمى بمية ساقعة في الشتاء بيقولوا لا. ما بنحبش الشتاء. لا، لا.